بعد نحو شهر ونصف الشهر على انتخابه رئيسا للجمهورية، يعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اختبار جديد مع دخول حزبه في منافسة مع اليسار الراديكالي في الانتخابات التشريعية. هذه الانتخابات سجلت نسبة امتناع بلغت نحو 53%، وتوقعت تقديرات احتفاظ ماكرون بغالبية مقاعد الجمعية الوطنية. للمزيد أرحب بضيفي من باريس الدكتور نضال شقير، أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية. دكتور نضال، جديد هذه النتائج والتقديرات من فضلك. مرحبا بك استاذ طارق. يعني كما تعلم حتى الساعه يعني النتائج هي ليست نتائج نهائيه، لكن يعني هناك حديث عن يعني انه الرئيس ماكرون الخساره ليست خساره قاسيه، ليست خساره كبيره. يعني هناك حديث انه سيكون في طليعه الاعداد يعني في البرلمان المقبل، لكنه يبدو أنه من الصعب أن يحتفظ بالأكثرية المطلقة، فهو بالتالي سيكون بحاجة يعني لتحالف ما، يعني هذا السيناريو. لكن يعني أهم، هناك بعض النقاط المهمة التي يجب يعني أن نذكرها خلال هذه الانتخابات، يعني هو الـ يعني اختفاء ظاهرة إريك زامور. كما تعرف إريك زامور قد انتهى من الدورة الأولى من هذه الانتخابات، فبالتالي أعتقد أنه ظاهرة إريك زامور الذي كان هو أقصى يمين المتطرف قد ذهبت، فهو بعد يعني النكسة يعني الذي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية، هو اليوم يخسر من الدورة الأولى في الانتخابات النيابية. أيضا هناك الأرقام الكبيرة التي حققتها مارين لوبين والتجمع الوطني، هي أيضا أرقام لافتة لأنها ستخولها للدخول وبقوة يعني إلى مجلس النواب، حيث ستحقق يعني كما ذكر أكثر من 15 نائما، فبالتالي سيصبح لها كتلة داخل البرلمان الفرنسي. أكيد أيضا يعني تجمع نوب برئاسة جون ليف ميلونشو حقق نتائج مهمة جدا، وهو قد تصدر يعني كما تقول يعني كافة النتائج نسبة التصويت في هذه الدورة الأولى، لكنه لن يستطيع على ما يبدو أن يحقق الأكثرية الكبيرة التي كان يراهن عليها من أجل يعني أن يأتي أو أن يفرض جون ليك ميلونشون كرئيس حكومة للحكومة المقبلة. طيب، يعني إذا ما نظرنا للانتخابات 2017 عندما كان حزب الرئيس فتيا وفي بداياته حقق المفاجأة وحاز على الأغلبية المطلقة، اليوم كما أشرت وكذلك التقديرات بأنه سيفوز بالأغلبية لكن دون المطلقة وسيضطر إلى التحالفات، برأيك إلى أي مدى ربما ستؤثر هذه التحالفات التي سيضطر إليها حزب ماكرون على أجندته وكذلك التوجهات الأساسية التي حددها؟ يعني من المفترض يعني كما هو متوقع، يعني هو التحالفات ليس هناك الكثير من الخيارات أعتقد بالنسبة للرئيس ماكرون من أجل التحالف، من أجل يعني الحفاظ على الاستقرار وعلى سياسات الرئيس ماكرون. أعتقد يعني الحل المنطقي سيكون باتجاه نحو حزب الجمهوريين والوسط، من أجل يعني أن يتم تشكيلة حكومية معه، خاصة أن هناك تقارب يعني في الأفكار والسياسات، وليس هناك يعني بعد فيما بينهم، وخاصة هناك فجوة كبيرة يعني يعني مع النوب، هو تحالف اليسار والبيئة، هناك فجوة كبيرة يعني بالسياسات، وأيضا هناك فجوة مع اليمين المتطرف، فبالتالي الحل المنطقي سيكون بالتحالف مع الأحزاب الوسط وأحزاب اليمين، وخاصة الحزب الجمهوري الذي أيضا هو يعني حقق يعني نسبة جيدة، هو من المفترض أن يحقق بين 50 إلى 70 نائب في هذه الانتخابات، وهو أمر مهم جدا بعد النكسة الكبيرة التي حصلت عليها مرشحته إلى الانتخابات الرئاسية. فاليري بيكريس كما تعلم هي حققت أقل من 5%، وهذه كانت نكسة. لكن يعني كما تعلم هي يعني عندما حقق الرئيس ماكرون في عام 2017 الأغلبية المطلقة، يعني إجمالا كافة الرؤساء في فرنسا خاصة في الجمهورية الخامسة استطاعوا أن يحققوا يعني أغلبية، خاصة يعني
بعد انتخابه مباشرة، واليوم يعني عملية تراجع الرئيس ماكرون هي عملية استثنائية، يعني إذا بدنا ننظر للأرقام، يعني هو يعتقد هو الرئيس الوحيد الذي لم يستطع أن يحقق يعني فوق 40% من نسبة التصويت بعد يعني بعد انتخابه مباشرة، لكن هذا مرتبط أيضا لتغير المزاج الفرنسي لارتفاع نسبة، كما تعرف يعني في فرنسا هنا كان عملية امتناع كبيرة للتصويت، وأيضا يعني حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة كان هناك توجه نحو التطرف، يعني في فرنسا كان اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف، فبالتالي أعتقد لا حل ولا بديل يعني بالنسبة للرئيس ماكرون في حال يعني صدقت التوقعات، إلا أن يكون هناك تحالف، ما ائتلاف حكومي بين الأغلبية الرئاسية والجمهوريين، حزب الجمهوريين يعني اليمين التقليدي والوسط. نعم، أنا أشكرك من باريس دكتور نضال شقير، أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية، شكرا جزيلا لك.